في بيان صادم من جامعة الدول العربية، هناك تلاعب من الدول الرئيسية بمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا ننشر التفاصيل، وعاجل الجيش المصري والجيش الروسي وإنجازات هامة ننشر التفاصيل، وصدمة كبرى فيديو من أمام أشهر مساجد مصر يكشف واقع التحرش، والإفتاء المصرية توضح حكم الاستثمار في البورصة ننشر التفاصيل، وعاجل وللأسف ثلاثة أسباب تمنع صلاح من حصد الكرة الذهبية. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجي لك أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين. عاوزين نوصل أكتر من 500 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا قدها وهتوصلونا للرقم ده أكتر. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وفي بيان صادم من جامعة الدول العربية، هناك تلاعب من الدول الرئيسية بمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي. علق أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على قرار مجلس الأمن الأخير حول سد النهضة الإثيوبي، أشار إلى أن هناك دولا في المجلس تتلاعب في هذا الملف. وفي تصريح لقناة صدى البلد قال أبو الغيط إن مجلس الأمن كان حريصا في تناوله لهذا الموضوع، ولولا قوة مصر والسودان ربما كان هناك صعوبة أمامه لاتخاذ موقف. أضاف أن مجلس الأمن له إجراءات محددة تبدأ بقرار وتنتهي ببيان يقرأ ولا يطبع، ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك توافق بين الدول الرئيسية حتى يكون هناك قرار من مجلس الأمن، ولكن هناك تلاعب من الدول الرئيسية بمجلس الأمن بشأن أزمة السد. وأشار إلى أنه في زيارته الأخيرة لمجلس الأمن أكد أنه لا داعي لدفع الأطراف في أزمة السد للإضرار باستقرار المنطقة، واعتبر أن مجلس الأمن الدولي لم يتصرف مثلما تفرضه مسؤولياته، ولكن تصرف لصالح أطرافه. مصدر معنا كان من صدى البلد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا. قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، وجاء تعيين رئيس الأركان السابق مستشارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تعيين رئيس أركان حرب الجيش المصري أسامة عسكر خليفة له، وشغل الفريق عسكر منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وقائد قوات شرق القناة لمكافحة الجماعات المتطرفة وتنمية سيناء، وتخرج عسكر في الكلية الحربية وحصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة، وتولى منصب رئيس أركان الجيش الثالث الميداني وقائد الجيش الثالث الميداني. المصدر معنا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل الجيش المصري والجيش الروسي وإنجازات هامة، حقق المظليون الروس والمصريون إنزالا جويا مشتركا وقفزا جماعيا بالمظلات، وذلك قبل حلول المرحلة الختامية لتدريبات حماة الصداقة 2021 التي تجرى في ضواحي القاهرة. وقد تحقق الإنزال الجوي المشترك من طائرة النقل إيل-76MD تابعة لقوات الجو الفضائية الروسية في منطقة تبعد 60 كيلومترا من العاصمة المصرية. يذكر أن تدريبات حماة الصداقة 2021 المصرية الروسية المشتركة بدأت منذ أسبوع في قاعدة جوية بالقرب من مدينة أنشاص المصرية، وحسب وزارة الدفاع الروسية يشارك في التدريبات من الجانب الروسي 100 مظلي يمثلون فوج القوزاق للمظليين في فرقة نوفروسيسكا الروسية للإنزال الجوي، فضلا عن 4 طائرات للنقل العسكري من طراز إيل-76MD و6 مدرعات للإنزال وسيارتين للإمداد والتموين. إما الجانب المصري فيمثله 400 مظلي وطائرات S-130 هيركل ومروحيات النقل العسكري تشينوك التابعة لسلاح الجو المصري،
وسبق للمظليين الروس والمصريين أن تدربوا على الإنزال الجوي المشترك من المروحيات والتنسيق القتالي عند خوض عمليات حربية ضد التشكيلات المسلحة غير الشرعية في الصحراء. جدير بالذكر أن تدريبات حماة الصداقة 2021 الروسية المصرية المشتركة تقوم للمرة الخامسة، وكان المظليون الروس والمصريون قد تدربوا في وقت سابق على خوض عمليات حربية في المدن الروسية والمصرية، وشارك في التدريبات عام 2019 أفراد القوات الخاصة للجيش البيلاروسي. مصدر معنا كامنتاس، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. وننتقل مع بعض الخبر آخر وصدمة كبرى. فيديو من أمام أشهر مساجد مصر يكشف واقع التحرش. تعمل الجهات المعنية في مصر على تحقيق في الواقع التحرش جرت أمام مسجد الحصري، أشهر المساجد في مصر، في 6 أكتوبر، المتهم فيها عاطل والضحية طالبة بإحدى الجامعات. ووفقا للتحقيقات، كانت الفتاة بالقرب من مسجد الحصري في انتظار سيارة تركبها للتوجه إلى منزل أسرتها في قليوبية، لكنها فوجئت بالمتهم يتحرش بها لفظيا ويؤدي بفمه حركات غير أخلاقية، فتبادر إلى ذهنها فكرة توثيق الحادث لتكون دليلا ضد المتهم. التحريات والتحقيقات التي جرت في واقعة التحرش أمام مسجد الحصري أكدت أن الطالبة المجني عليها تدرس في إحدى جامعات مدينة 6 أكتوبر، وبعد انتهاء يومها الدراسي توجهت إلى ساحة بالقرب من ميدان الحصري الشهير، وتحديدا بالقرب من مسجد الحصري، في انتظار سيارة تركبها. وقفت بجوار مجموعة من الناس ينتظرون سيارات الأجرة، لكنها فوجئت بالمتهم يتحرش بها، وتمكن قوات الأمن من ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، حيث توجه قوى أمنية من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم ورصده حتى تم القبض عليه. واعترف المتهم تفصيليا بارتكاب الحادث، أكد أنه أدى حركات غير أخلاقية تجاه المجني عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأرفق فيه مقطع الفيديو الموثق للواقع، وكذا تحريات المباحث التي أكدت صحة ارتكابه فعل التحرش بالمجني عليها، وأحيل إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيق مع المتهم. وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه. مصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. والإفتاء المصرية توضح حكم الاستثمار في البورصة. قالت دار الإفتاء المصرية أن الاستثمار في البورصة جائز طالما أن أعمال البورصة في شركات مصرح بها وشركات قانونية ليست أعمالها محرمة. جاء ذلك في رد أمين الفتوى في الدار عويضة عثمان على سؤال حول حكم الاستثمار في البورصة، وخلال بث مباشر نشرته دار الإفتاء المصرية على فيسبوك. وأضاف عثمان أن الاستثمار في البورصة جائز أيضا طالما أنه على سبيل التربح والبيع والشراء وليس على سبيل الإفساد، لأنه يدخل تحت بند الاستثمار، ولأن البورصة أصبحت جزءا من اقتصاديات الدول. مصدر معنا كم من صحيفة المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا وعاجل. وللأسف ثلاثة أسباب تمنع صلاح من حصد كرة الذهبية. صلاح الأفضل في العالم حاليا، عبارة قالها محللون رياضيون ونجوم كبار وملايين من محبين نجم المصري محمد صلاح، لترتفع الأصوات المطالبة بأحقيته للحصول على الكرة الذهبية العام 2021. ويقدم محمد صلاح أفضل انطلاقة في مسيرته الكروية هذا الموسم، فقد سجل في آخر 10 مباريات متتالية مع فريقه ليفربول في جميع المسابقات، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف بعد مرور 9 جولات فقط. حقق الفرعون المصري نهاية الأسبوع الماضي إنجازا تاريخيا بانفراده بصدارة ترتيب أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الممتاز، بعد أن يعني تفوق على دروجبا صاحب 104 أهداف ومحمد صلاح يعني صاحب 107 هدف. الثلاث أسباب: أول سبب، كرة القدم لعبة جماعية بالدرجة الأولى، أي يعني صلاح لم يحقق أي لقب مع ليفربول في الموسم الماضي، حتى أن الفريق عانى قبل أن يحجز مقعده للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ثاني سبب، صلاح لم يحقق إنجازات فردية أيضا، يعني لم يتوج بأي جائزة فردية في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي أفضل لاعب أو أفضل هداف، ولا في دوري أبطال أوروبا، على عكس المرشحين البارزين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام. ميسي الذي تصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني والبولندي، وروبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني. ثالث سبب، صلاح لم يفز بأي لقب مع منتخب مصر. يعني هنا صلاح لا يلام، لأن منتخب مصر لم يشارك في أي بطولة منذ عام 2019 بخلاف ميسي الذي شارك مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة وقاده للتتويج بها، وكذلك جورجينو الذي يرشحه البعض للحصول على الجائزة المرموقة بعد فوزه ببطولة كأس أوروبا الأخيرة مع منتخب إيطاليا ودوري أبطال أوروبا مع تشيلسي. هذه الأسباب لا تعني أن صلاح لا يستحق الكرة الذهبية ولن يفوز بها هذا العام، فكل شيء يبقى ممكنا حتى 29 من نوفمبر المقبل، موعد الإعلان عن اسم الفائز. لكن النجم المصري يفتقد لثلاثة من أهم الشروط التي تضعها مجلة فرانس فوتبول كمعيار لمنح جائزتها. مصدر معانا كم من وكالات، ولكن يعني مع هذه الثلاثة أسباب نتمنى برضو يعني إن شاء الله فوز المصري الجميل المحترف محمد صلاح بالكرة الذهبية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر أخير معانا، وعقوبات جديدة ومشددة حال إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة. يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5000 حتى 50000 جنيه بدلا من 100 جنيه حتى 500 جنيه. ويناقش المجلس في جلسته العامة الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي التي نظرت في مشروع القانون المقدم من الحكومة. وتنص المادة 80 وفقا للتعديل على أن مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تتجاوز 50000 جنيه كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاؤه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. 2، كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن مصر. 3، كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته. 4، كل من قدم بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالجيش المصري أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع. فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو كان جاني من ضباط قوات مسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها، كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم. المصدر معانا كان من صحيفة الأهرام والشروق. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ومجلس النواب يعني يناقش هذا التعديل. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمين، وإن شاء الله تشوفوني في فيديو جديد وقريب بإذن الله، وننشر ليكم أهم الأخبار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.